خليج مدينة الجزائر العاصمة شرق المدينة القديمة بمحاذاة البحر. يتم الوصول لهذا المجمع بسهولة من الجهة الشمالية عبر الطريق السريع الرابط بين وسط العاصمة والمطار الدولي، ومن الجنوب عن طريق شارع عزوز. يضم مجمع جامع الجزائر 12 بناء منفصلا تتربع على أرضية تقدر بحوالي 20 هكتار، مع مساحة إجمالية تعادل 400,000 متر مربع. يتكون الجزء الشمالي من الموقع والموازي للطريق السريع من 4 مربعات مرتبة على محور اتجاه القبلة من الغرب إلى الشرق. تتدرج هذه الفضاءات من المادية الفناء الخارجي إلى الروحية قاعة الصلاة مرورا بصحن المسجد. ترتبط الأبنية الثلاثة للجهة الجنوبية للمجمع والموازية لشارع عزوز، وهي المركز الثقافي والمكتبة ودار القرآن فيما بينها بمساحات عمومية. تقع كل من إدارة تسيير المجمع ومركز الحماية المدنية والسكنات الوظيفية ومركز التجهيزات التقنية على الجهة المرتفعة من شرق أرضية المشروع، بينما سيعاد تهيئة الأبنية السكنية المتواجدة على الأرضية لفائدة عمال المجمع وكمركز مراقبة أمنية للمجمع. يحتوي المجمع على مرآب كبير للسيارات مؤلف من طابقين يقعان تحت الفناء الخارجي والجزء الغربي من الحديقة. لمرآب السيارات منافذ مباشرة عبر سلالم مفتوحة مضاءة طبيعيا ومؤدية إلى الحديقة والفناء الخارجي. يعد الفناء الخارجي مركز لقاء وانتقاء الزائر لمساره في المجمع، وهو محاط ببناء على شكل الحدوة يضم من الشمال والجنوب العديد من ورشات الحرفيين والفنون التقليدية وغيرها من المحلات ذات الطابع الثقافي والعلمي لكل الفئات والأعمار. تغطي الأعمدة الزهرية ذات التيجان ثمانية الشكل أسطح مباني الفناء الخارجي المفتوحة للزائرين، وهي تشكل شرفات عالية تسمح بالاستمتاع بمناظر خلابة. تحتل المنارة مكانة هامة في المشروع باحتوائها على متحف للتاريخ ومراكز بحث في الميادين التاريخية والعلمية. المنارة هي نتاج توازن في التناسب بين الأبعاد مع احترام مقاييس المنارات التقليدية المغربية. لقد روعي في تصميم المنارة الاستعمال الرمزي للرقم 5 نسبة لأركان الإسلام الخمسة، فالطوابق مجمعة في 5 مجموعات، كل مجموعة تضم 5 طوابق مفصولة بطابق مضاعف الارتفاع محاطا بواجهة زجاجية فبهوا للمتحف وفضاء راحة للزائرين. المنارة مزودة بمصعدين زجاجيين يمكن للزوار من خلالهما الوصول مباشرة إلى الطوابق مضاعفة الارتفاع وإلى أعلى سطح المنارة، مما يسمح للزوار من الاستمتاع بمناظر خلابة للعاصمة وضواحيها على مدار 360 درجة. يحتل مركز الأبحاث الطوابق 10 العليا من المنارة، حيث توجد فيه إدارة المتحف ومكاتب وفضاءات البحث للمؤرخين. تخلق الفتحات الكبيرة التي تبلغ في علوها حوالي 4 أمتار مكانا مثاليا للعمل، ويغمره الضوء مع منظر خلاب من هذا العلو الشاهق. يسمح التصميم المرن للمكاتب بتهيئتها بطريقة مستقلة أو مفتوحة.
صممت طوابق المتحف دون أي أعمدة داخلية، مما يعطيها مرونة كاملة تتجاوب مع أي فكرة عرض متحفي على مساحة فعلية تقارب 300 متر مربع لكل طابق، وهي ترتبط ببعضها البعض بواسطة مصاعد وسلالم داخلية تطل على مناظر ساحرة. كما جهز المتحف بوسائل تعليمية حديثة تساعد على اكتشاف التاريخ دون عناء. تتألف الواجهات المحيطة بالفناء الخارجي من مشربية تزيينية تعكس بظلالها على الواجهة الداخلية الزجاجية، يمكنها مع تغير الفصول أن تفتح على علو طابق، خالقة بذلك تعاقبا عموديا جميلا لظلال على الواجهة الخلفية. يتم الانتقال من الفناء الخارجي إلى صحن المسجد المؤدي لقاعة الصلاة عبر عتبة محورية تحوي في جانبيها على الأماكن المخصصة لوضع الأحذية. إن الأعمدة الزهرية مثمنة الشكل المحيطة بالساحة المركزية لصحن المسجد تقوم بنشر ظلال وفيرة على هذه الساحة، وبالإضافة إلى ذلك فإنها تحوي على منظومة كاملة لجمع مياه الأمطار. تحتضن الأجنحة الشمالية والجنوبية المحاذية لصحن المسجد الأماكن الخاصة بالوضوء. هناك قاعات أخرى للوضوء تتواجد في الطابق السفلي. إن قاعات الوضوء بأسقفها المرتفعة التي تبلغ 7 أمتار وفتحاتها الواسعة تمكن من ضمان الإضاءة والتهوية الجيدة. تضفي الأحواض المائية والساحة المعمدة والمظلات الشفافة على صحن المسجد جوا مريحا حتى في أيام الصيف الحارة. يتم الدخول إلى قاعة الصلاة عبر البوابة الرئيسية التي تتبع المحور المركزي لاتجاه القبلة، كما هو الحال في صحن المسجد. بعد المرور من خلال المدخل الرئيسي المزين بالأسقف القوسية وتجاوز النصفية ذات الأسقف المهيكلة، يصل الزائر إلى قاعة الصلاة التي تتمتع بحجم هائل مثير للإبهار. استمد تصميم قاعة الصلاة من أشكال قاعات الصلاة المغربية المرفوعة على أعمدة مع استعمال أحدث التقنيات بما فيها الأنظمة العازلة للزلازل. ترسم تيجان الأعمدة مثمنة الشكل فيما بينها مربعات تم إبرازها بمشربية مضاءة من الخلف. توجت قاعة الصلاة بقبة عظيمة ذات جدارين، يتكون جدارها الداخلي من طيات وثنايا مزودة بفتحات تسمح بمرور الضوء الطبيعي بشكل غير مباشر. تتشكل الجدران النحتية العليا لقاعة الصلاة فوق حزام إفريزة الخط الفني من طيات مكونة بذلك سطحا ديناميكيا متموجا من الظلال والضوء. تمت إحاطة المحراب كعنصر أساسي في كل مسجد والموجود على جدار القبلة بإفريزة من الخط الفني والحجر الشفاف يقع على يمينه المنبر الذي يمكن إخفاؤه ميكانيكيا في الطابق السفلي. لقاعة الصلاة مخارج أخرى من الشمال نحو الممر الخارجي ومن الجنوب نحو الحديقة الجنوبية. يمكن للزائر عند خروجه من قاعة الصلاة أن يتجول على طول الحديقة المتوضعة بين المباني الشمالية والجنوبية. الممرات المعبدة وجدران المياه والنباتات المختلفة تقوم بربط مختلف مباني المجمع ببعضها البعض. يتكون التصميم الهندسي للحديقة الجنوبية الغربية من حدائق مرتبة حسب مواضيع فنية تم فيها التأكيد على الممرات الرئيسية بواسطة سواق للمياه. أما الحديقة الجنوبية الشرقية فإنها تأخذ شكلا هندسيا حرا يتماشى والتضاريس الطبيعية للموقع. يشكل المركز الثقافي والمكتبة ودار القرآن في الجهة الجنوبية للحديقة مجمعا يحتوي على مساحات مفتوحة متقاطعة تربط شارع عزوز جنوبا بالحديقة وتسمح من الدخول باتجاه المسجد.
يتألف المركز الثقافي من بناءين، بناء رئيسي يتضمن قاعة المحاضرات الكبرى وآخر على شكل L كبهو مخصص للعرض يضم النشاطات الثقافية الملحقة وعدة قاعات للمحاضرات بطاقات استيعابية مختلفة إضافة إلى مكاتب التسيير. توفر الكافيتيريا منظرا جذابا بإطلالها على الحديقة وقاعة الصلاة. تتسع القاعة المتعددة الاستعمالات ل 1500 مستمع، ولترشيد استعمالها تم تصميمها بحيث يمكن تحويلها إلى قاعتين منفصلتين تتسعان ل 500 و800 مستمع بواسطة جدار متحرك عازل للصوت. يهيمن على هذا الفضاء الداخلي التغليف الجداري المزين وتجهيزات المكتبية المصنوعة خصيصا لعرض الكتب والوسائل السمعية البصرية. يستقبل الجناح الذي هو على شكل L من المكتبة سلسلة الكتب الخاصة ومكتبة للأشرطة السمعية ومكتبة للأفلام بالإضافة إلى الأقسام الإدارية. كما تضم المكتبة حديقة مفتوحة منخفضة بمستوى طابق واحد تمكن من الإضاءة الطبيعية للطابق. مدرسة للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والدينية، وهي تتكون من بناءين على شكل L يحيطان بساحة ذات حديقة. يحتوي البناء الأول على قاعة للمحاضرات وقاعات للتدريس ومكتبة ومطعم بالإضافة إلى مكاتب الإدارة. أما البناء الثاني فقد خصص لاحتواء 300 غرفة فردية خاصة بالطلبة. يقع كل من مركز الحماية المدنية وإدارة الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر والسكنات الوظيفية ومركز التجهيزات التقنية المركزية الذي يخدم كامل المجمع في آخر القطعة الأرضية وعلى مرتفع من الحدود الشرقية للحديقة. القاعة الشرفية، وهي مكان مخصص لاستقبال الشخصيات الرسمية وقد تم تجميل مساحتها بالرخام. يتصدر هذه القاعة درج على شكل تحفة فنية من الحجر الطبيعي يصل بالزائر إلى الطابق الأعلى. حديقة الإمام هي عبارة عن ساحة خارجية مغطاة تربط القاعة الشرفية بالجناح المخصص للإمام، حيث يحتوي هذا الجناح على مكتبة وقاعة استقبال ومكاتب للإمام ومساعديه. خصص في القسم الشمالي الشرقي من الحديقة مكان لهبوط الطائرات العمودية. تضاء القبة التي تعلو قاعة الصلاة بأنوار تنشر ضياءها ليلا. الصومعة برج منير بقبة صغيرة محاط بغلاف زجاجي شفاف تتميز بإضاءتها القوية ليلا.
يعتبر جامع الجزائر معلما مميزا أخذ مكانه في المحيط كلؤلؤة جديدة في خليج الجزائر.